هذه رابع محطة عندها واحد دلالة كبيرة جدا، لأنها تتزامن مع النتائج انتخابات الجزئية اللي مرت بني ملال. وهذه النتائج خصنا نقراوها بهدوء بعد ما حصل التجمع الوطني الأحرار على 2,200,000 صوت خلال شتنبر 2021، والأغلبية الحكومية حوالي أو ما يفوق 5.5 مليون ديال الأصوات من أصل 7 أو 8 مليون الأصوات، يعني أغلبية مريحة. جاءت انتخابات جزئية في ظرف أو في ظل واحد مجموعة انتقادات منذ الانطلاق أو التشكيل ديال الحكومة. فكان جا جواب من مكناس، جا الجواب من الحسيمة، واليوم كيجي الجواب من بني ملال. ماشي جواب ديال النجاح ديال السي عبد الرحيم الشطوي أو النجاح ديال الأخوات والإخوان اللي تعاونوا السادة الرؤساء السادة المنتخبين، لا ماشي هذا هو الجواب عندي أنا. الجواب هو الفرق الكبير، الفرق الكبير 17,000 ل2000. والكل قام بالحملة الانتخابية، لكن المواطن أعطى الصوت ديالو بكثافة للتجمع الوطني للأحرار، يؤكد الرأي العام الوطني الواقعي ماشي الافتراضي، يؤكد مرة أخرى أن لديه الثقة الكبيرة في التجمع الوطني للأحرار، لديه الثقة الكبيرة في رئيس الحكومة، لديه الثقة الكبيرة في الحكومة وكل المنجزات. سي حسن السعدي دار تعبيرات رائعة بواحد البساطة، لكن هذا هو الواقع. لهذا كما قال السي محمد أوجار، يجب أن نلتزم بالواقع بالحقيقة، وأن لا نستبلد ذكاء المغاربة. كاين خطابات، كاين شعارات، كاين فقاعات، لكن النتائج هي التي تثبت صحة وصدقية ما يقوم به السيد رئيس الحكومة على اطلاع.